السلام عليكم، مرحبا فيكم في فيديو جديد للعبة كابهد. في فيديو اليوم نقاتل الباص السري الموجود في الإضافة. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. يلا بسم الله. هذا هو الباص الغريب صراحة. غريب صراحة. أوش. نايس. اوف صراحة باص مرة غريب وشي جديد. الموسيقى فيه مرة كريبي. انا ما ادري ليش عندي صوت نقاط قوة. خلينا نستخدم الكراك شوت. نايس. أوش. نايس. هذا بيكون أقصر فيديو لي في القناة. وحب الموسيقى. Could it be the fabled cursed relic, long thought lost to time, awaken at last? I've seen writing that say it did, say it despise bravery. With a greater foe, more evil shall go. What could it mean? طبعا انا لا اعرف عن هذه الاداة او الشارم. كل ما قاتلت باسس كل ما تطورت. اوكي وصلنا الى نهايه الفيديو. صراحه هالفيديو بيكون قصير طبعا لاني قاتلت باس واحد وغلبته بسهوله. احتمال انه يكون في باقي فيديو واحد لسلسله كابهد له فيديو مقاتله زعماء الشطرنج. هنا هذا احتمال اني اسوي فيديو كامل حق هالباسس الموجودين هنا. طبعا قاتلتهم بس بلعبهم من جديد. اتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.